هلو، اشتريلي تنتين. ولا قلك خليهم ثلاثة. عم تحكي انت، انا بحياتي ما بقى اتناقش معك. لانك ما عم تتقبل الراي الاخر، هيك بصراحه، وهي مشكلتك. بالعكس تماما، انا بتقبل الراي الاخر اذا كان منطقي، اما واحد ما عم يقتنع انه في مؤامرات بالعالم ما بتقبل رايه. مشكلتك انك بتعتبر كل شيء عم بيصير بهالعالم وبرايك مؤامره. مؤامره، كل شيء عم بيصير مخطط ومدروس بدقه، نسيان انه في ماسونيه عالميه بتحط ايدها بكل شيء وشغلتها وعملتها المؤامره. وفي غير الماسونية كمان، عندك المافيات السياسية واللوبيات الإمبريالية، لك في منظمات سياسية بتتعامل مع كل شيء فيه شياطين تخطر على بالك، بتحط مخططات لمئة سنة لقدام، بتخطط للمجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، يعني شيء ما بيخطر على بال مخلوق. على هالأساس الواحد يقعد ببيته وما يعمل شيء أبداً. ما بعرف، حبيت تقتنع بكلامي منيح، ما حبيت تصطفي. بس شو رأيك إنه التسونامي اللي عم يشيل جزر بكاملها والعواصف اللي عم تهدد مدن هي كلها مؤامرة؟ أوف، في قنابل نووية عم تنضرب بنص البحر هي اللي عم تسبب هالكوارث. روع عنا يا حاجة بقى صرعتنا، مو ناقص غير تقول صداقتي معك هي أيضا مؤامرة. إيه ما تستبعد هالشي، ممكن كل شي يكون مؤامرة. لك شايف هذا اللباس اللي لابسينه أنا وإنت؟ إيه؟ هذا جزء من مؤامرة على تراثنا وحضارتنا لحتى يمحوها. هلا أنت برأيك اللباس التقليدي مو هو حضارة وتراث لإلنا؟ والدبكة معهم طبعا، والدبكة هذا فولكلور. هلا لما بدهم يجوا يمحوه هذا مو مؤامرة؟ أوف لك العمى، طلعت هيك غير عادي. لك انا صار لي شي شهرين ثلاثه بسرق اوتوماتيك. شو الحظ؟ شو يعني ما بتعرف تسوق غير عادي؟ انا ما بعرف سوق غير عادي. سامع بالقطار اني سرق من ثلاثة اشهر؟ ايه هذا انا سارقه. حاجتك كشلو بعدين. شبك خايف؟ شد حالك حرامي انت، شد حالك. خلصني، يستر عرضك. لك خلاص، اعتبر حالك انه هي سيارتك، هيك العالم بتفكر. شو راح يعرفوا انك سارقها يعني؟ يا الله. لك انا كثير بكره الجير العادي، كثير بكره. بعد هلا اشترى جير عادي يا زلمه. خلصنا. ناظر شو في لازم فيه اخي. ما راح تعرف، خلينا ننزل تفشى. طول بالك نشوف اخي. ما راح تعرف، خلينا ننزل تفشى. طيب روح. لا شبه لك، طفت لك تفشي لقدام انت. ايه يلا افتحك تفوش شبك. خطي صوتك. الله وكيلك. خير شباب، في شيء بدكم ساعدة؟ ايه دخيل عينك، معيتك هيك شي دفشة. ايه عيونك، معيتك شي دفشة. يلا نضال. ايه شو عليك؟ حط ايدك خلينا ندفشه. يلا. ايه ليك علينا اول، علينا ها اشتغلي.
شغلتها بسيطة ما فيها شيء. بيسموا شباب بيسموا يا حبيبي شايف من ساعد الناس ما تهمم. الله سترنا يا زلمة. هلا شو بهون يا زلمة؟ ما بعرف أنا بدي أعرف وين ضو أنت الحرامي. شو شباب في شي مشكلة؟ والله بتعرفنا وين الضو؟ ضو ليكو ضو هيك هاي هيز تماديات كلك زوق والله. بس ليك دير بالك هدول الشرطان المفلوتين إذا حدا شافهم فكروك سارق السيارة. إي والله معك حق. بكرة بمرقها لعند رفيقي كهربجي بيعجبك. إي مرقها. إيه تفضل نوصلك. لا لا شكرا يعطيك العافية. سلامات سلامات. شكرا. يا طب طب ودلع. والله العظيم رح تجنني انت عن جد. صرعتني ليه؟ لسه نازل لي مؤامرات ونظرية المؤامرة. بلكي هالشباب هدول يعني ها للحظة اني انا شكيت بسرقتهم لسيارة. يا سيدي انا مو بس شكيت، انا متأكد انه هدول اثنين حرامية وسرقوها السيارة. ايوه شلون هاي؟ اشرح لي اياها ما فهمتها. لك اخي هاي سرقت سيارة بسيطة، شغلة صغيرة صغيرة كتير قدام المؤامرات الكبيرة. يعني إذا انسرقت السيارة ولا ما انسرقت شو رح تغير؟ بس المؤامرة الكبيرة بتغير. إي والله رح تجنني، يعني عن جد رح تجنني. لك أخي شيلك من هالقصة وخليني أكمل لك حديثي عن المؤامرات. تفضل. يا سيدي هذا المؤامرات بلشت من أول لحظة بالتاريخ الحضاري الإنساني. أوف أوف المؤامرات يا صديقي. حتى أنت تكون واحد عليك يا ابو راتب، لك حاسس خواصي حطهم بالضحك. لك اسمع اسمع هاي كمان. امبارح وانا راجع على البيت مرقت من قدام الدكنجي جارنا. يا حزرك شو كان عم يعمل؟ عم يلعب دحن. ما بعرف شو كان عم يعمل. ما كان عم يشطف قدام الدكاني، ولما شافني قلب خلقته وركض يجيب دفتر الديون من جوا وطلع ركيد لعندي وقال لي شو يا موظفنا المصوم وبعدين بهالدينة تبعك؟ هاي دينتك صار لها 3 شهور وبعدين؟ قلت له هلا انا دينتي صار لها 3 شهور مو مشكلة، بس انت صار لك 20 سنة عم تهدر مياه الدولة. انت كل يوم عم تشطف قدام محلك 3-4 مرات. ماشي الحال. شوف انا راح سدك دينتي بس راح اشتكي عليك للاطفائيه. لك طول بالك طول بالك لكفيلك. قال لي دخيلك دخيلك يا ابو راتب، والله عم امزح معك. لك انت بتقمر، شو ما بدك خذ من المحل على اقل من مالك. لا تدفع لا تدفع بنوم. لك بتشتكي عليه على الاطفائيه. الله عليك يا ابو راتب، لك انت بتشيل الهم عن الاهل. العمى العمى الله الله اكبر، صارت الساعه 3 خلص الدوام. ابو راتب لك انت العمر بيخلص معك بدون ما حدا يحس. لك نيال مرتك عليها الروح الحلوة اللي عندك. الله الله سبحانه وتعالى باخذني فيك بهالدائرة. لك إن شاء الله إن شاء الله ما بنطلع من هالدائرة إلا تقاعد سوا. على سيرة التقاعد، إيه اسمع هالقصة. إيه يا سيدي. أيوة. لك اسمعني. بل
بلش حياته شوفير سرفيس مثله، وهلأ هو أغنى شخص بالعالم. أوف، أغنى شخص بالعالم؟ شو صارت هاي؟ لأنه فات على العصفورية من وراء هاي الشغلة بابا. لك المجانين أغنى رجال العالم. الله عليك يا أستاذ، الله عليك، والله إنك شغلي. شو الاسم بالخير بالله؟ محسوبك أبو راتب، موظف بدائرة المياه. على رأسي أبو راتب، أماني عليك يومياً اطلع معي. عليم الله إني حبيتك كثير كثير، وحكياتك هيك يعني فيه النكهة. الله يخليلك الروح المرحة. إن شاء الله. لك أي الخمسة تبعك كمان هالمرة على حسابي. لا تخاف، ما راح أقطع عليك المي. نزلني على اليسار إذا سمحت. إيه تكرم عينك. على اليسار لو سمحت. والله ما انتبهت، فاتتني. إيه بس هون، بس على عيني، على عيني. ما راح أقطع عنك المي. يعطيك العافية. الله معك أستاذ، الله يخليلك أروح المرحة. لك إيه ها، يقبرني اللي خلقه. يا هيك الزباين يا بلا، هيك لازم يكون الزبون يفرفح القلب. صلنا على اليمين. ما بتعرف تقول لو سمحت؟ ما بتعرف تحكي مثل العالم والناس؟ تعلموا الرواق، حكي مثل بني آدمين. شرف انقبر. لو صلنا على اليمين. شباب كيفك؟ اهلا وسهلا. اهلين شباب. حبيبي حبيبي. اهلين ابو حاتم. اهلين اهلا ابو داني. شلونك ابو داني؟ راجع لك يلا كيفك؟ خير سلامتك، طمني عنك. احسن اليوم يا اهلا وسهلا. راجع لك. على السلامه. على راسي. ابن عمي بتحب حضر لك الغداء؟ حضري. تكرم عينك. خمسة أربعة ثلاثة اثنين. وقفوا الحلوين كلن عالدور، في علامين عياد الدكتور، من خارج جديد وكتير أمور، حلوة بتصير لو حتى بالزور. المناخير قضية تفكير، من خار صغير ومن خار كبير، والفواتير جيب الدكتور. وقفوا الحلوين كلن عالدور، في عاليمين عياد الدكتور، من خارج جديد وكتير أمور، حلوة بتصير لو حتى بالزور. ريتو يقبرني الحلو انا. يا الله يا ام على الله، شو الحلو.
من وين جايبتي؟ من المتحف؟ انت بطل، انا عن جد كتير بحبك، كتير صرت اثق فيك هلا عن جد. الله يخلي لي اياك، لا يحرمني منك. هلوم انت بطل.